السلام عليكم، أرحب بكل متابعي القناة وأشكرهم على الدعم الدائم. اليوم سأقوم بتقديم طريقة لتخزين الزيتون الأسود. قمنا سابقا بتقديم وصفة لتحضير الزيتون المخلل، والتي تعتمد أساسا على وضعه في الماء وإضافة الملح إليه وتركه لفترة من الزمن حتى ينضج. هذه الطريقة مختلفة تماما، فنحن لسنا بحاجة لوضع الزيتون في الماء. تابعونا لمعرفة كيفية تحضير هذا الزيتون. تسمى هذه الطريقة باللهجة التونسية ترقيد الزيتون. إننا سنحصل على ما يسمى بالزيتون المرقد. هي طريقة تقليدية اعتمدتها جداتنا منذ القدم لتخزين الزيتون، والزيتون المتحصل عليه يكون ذو جودة عالية وبنكهة مميزة جدا. حبيت نرحب بالتوانسة اللي تابعوا فينا على القناة. اليوم باش نقدموا وصفة ترقيد الزيتون، أي تحضير الزيتون المرقد. تابعونا، هي طريقة تقليدية وتعطينا زيتون بنكهة وبنة مش عادية. أولاً نحب نقدم نصيحة إنه من المستحسن إن نستخدم زيتون البعلي أحسن من الصقوي، لأنه الزيتون البعلي مدة تخزينه تكون أطول، يعني يصبر أكثر من الزيتون الصقوي إذا توفر. طبعاً إذا ما توفرش يمكنكم إنكم تستعملوا الزيتون الصقوي. أقصد بالزيتون البعلي هو الزيتون الذي يرتبط أساساً بنزول الأمطار، أما الزيتون الصقوي فهو الزيتون الذي يتم ريه بوسائل الري المعتادة. أول مرحلة هي غسل الزيتون جيدا بالماء لتنظيفه من الأتربة والأوساخ. بعد ذلك يصفى من الماء، ثم نقوم بإضافة كمية جيدة من الملح لأنه سيكون العامل الأساسي لتخزين الزيتون لأطول مدة ممكنة. بعد ذلك نقوم بوضع الزيتون المملح في كيس من قماش الخيش. إنه قماش مناسب جدا لامتصاص كل الماء الموجود بحبات الزيتون. نضع الكيس الذي به الزيتون في الخارج، ثم نقوم بوضع حجر ثقيل فوقه. إن الضغط سيساعد في التخلص من كمية الماء الموجودة بحبات الزيتون. يتم وضع الكيس الذي وضعنا به الزيتون في الخارج، ليس من الضروري وضعه في المطبخ. المدة اللازمة لهذه العملية تقريبا 10 أيام. ولأن عملية تحضير الزيتون بهذه الطريقة تتم غالبا في فصل الشتاء، نقوم بإخراج الزيتون من الكيس ووضعه في صواني واسعة. نتركه في النهار يتعرض لأشعة الشمس،
ونواصل وضعه في الخارج حتى أثناء الليل. يكون الطقس في الليل بارداً جداً، وهذه البرودة تساعد على تسريع نضج حبات الزيتون. يمكننا تقييم مدى نضج الزيتون بتذوقه بين الحين والآخر. بعد التأكد من نضج حبات الزيتون، لم يبق لنا سوى مرحلة أخيرة، وهي إضافة بعض زيت الزيتون له وتحريكه جيداً باليدين، ثم وضعه في وعاء مغلق أو سطل بلاستيكي، وبذلك يصبح الزيتون جاهزاً للاستعمال. ويمكن للزيتون أن يبقى بحالة سليمة لمدة تصل إلى عام كامل إذا كان من النوع البعلي. أما إذا كان من النوع الصقوي، فيمكن وضعه في أكياس مخصصة لتخزين الأطعمة، ثم تخزينه في الفريزر. يوجد طريقة أخرى ثانية لتحضير الزيتون المرقد، وهي بوضعه في سطل محكم الإغلاق بعد إضافة الملح إليه، وسيبدأ الزيتون باستخراج الماء الموجود فيه. سنلاحظ وجود كمية من الماء في قاع السطل. بعد ذلك يتم تفريغ الزيتون في صواني كبيرة ووضعه في الهواء الطلق لأيام حتى يجف تماما من الماء. نضيف إليه بعد ذلك زيت الزيتون ونضعه في أوعية مغلقة. أتمنى أن تنال هذه الوصفة إعجابكم، وأرجو أن تدعمونا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة.